نرحب في البداية بضيف حلقتنا، ينضم إلينا الأستاذ مصطفى بونيف الصحفي والناشط في الحراك من الجزائر. سيد بونيف مساء الخير. عودة الحراك إذن في الجمعة الأخيرة مؤشر مهم على أن المسألة ليست فقط احتفال بالذكرى، بل عودة لربما المظاهرات الأسبوعية كما كان في الماضي. ماذا يريد الحراك الآن رغم كل ما فعله الرئيس عبد المجيد تبون؟ الله تعالى وبركاته، تحياتي لك وتحية لكل متابعي قناة الحوار. يا هلا بك. في البداية أريد أن أنوه أن الحراك أصلا لم ينقطع ولم يتوقف منذ 22 فبراير 2019. كل ما في الأمر هو أن جائحة كورونا حالت دون خروج الناس إلى الشارع والتظاهر بشكل طبيعي مثل ما كان يحدث قبل جائحة كورونا. الناس احترمت قوانين الصحة، وطبعا الصحة العمومية أولى من أي شيء آخر، فبقوا في بيوتهم. وكنت دائما أقول في مداخلاتي هنا معكم أو في أقمية أخرى بأن الحراك ما زال مستمرا على الأقل في مواقع التواصل الاجتماعي، في اليوتيوب إلى غير ذلك. النشطاء كانوا يتكلمون، المطالب هي نفسها التي كانت قبل جائحة كورونا. يعني الحراك فيه كثير من الطبقات من الناس. هناك من الطبقة العالية جدا يدخل يتنحى وقاع، يعني بمعنى أنه لن نقتنع بأي إصلاحات تقدمها السلطة الحالية، نريد سلطة جديدة تماما مختلفة تماما. هناك من الحراك من يريد مزيد من الإصلاحات من هذه السلطة القائمة الآن. على العموم عموم الشعب الجزائري كله يريد أن تتحسن ظروفه السياسية والظروف الاجتماعية أيضا. هناك أيضا شق اجتماعي. ما حدث قبل الحراك هذا، يعني قبل 22 فبراير 2021، هو أنه الرئيس تبون عندما عاد الناس كانت تنتظر الكثير من الإنجازات. نحن عانينا في فترة غيابه، وعانينا أيضا في فترة جائحة كورونا من الأداء الهزيل للحكومة. هو عندما عاد ووعد بتعديل حكومي كنا نتوقع أن يكون تعديلا شاملا، لكنه لم يشمل إلا وزير أو وزيرين على ما أعتقد. يعني ما كانش تغيير حقيقي الذي كان يطمح إليه الناس في كل الوزارات أو على مستوى الحكومة كلها. كنا نتوقع أن يكون تغيير جذري، لكنه كان تغيير جزئي. وأيضا أعلن عن حل البرلمان دون أن يستدعي الهيئة الناخبة. نحن الآن لا نعرف متى ستجرى الانتخابات التشريعية، وحل البرلمان الغرفة الأولى من البرلمان، مجلس الشعبي الوطني. الآن نحن الآن بدون برلمان، بدون مجلس شعبي وطني، ولم يحدد حتى التاريخ الذي سوف تجرى فيه الانتخابات القادمة. وبطبيعة الحال هذه الانتخابات سوف تجري تحت نفس السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات، التي هناك جزء كبير من الناس يرفضون أدائها في هذا الإطار. سيد بونيف، في هذا الإطار، هل ترجحون أنتم في الحراك وكمتابعين أن الرئيس تبون يعني تراجع ربما على بعض التطمينات والوعود السابقة، أم أنه ربما يعني يواجه مصاعب وضغوطات داخل المطبخ، مطبخ السلطة، خصوصا مع الأحاديث التي تدور بأن بعض القيادات العسكرية عادت أو استعادت أماكنها في مفاصل الدولة؟ دعني أقول لك في البداية أنه الشعب انتخب، أو جزء كبير من الشعب الجزائري انتخب رئيس تبون لأنه يثق في قدرته على حلحلة الأمور وعلى تغيير الأمور نحو الأحسن. إذن هو يمتلك صلاحيات رئيس جمهورية. يفترض أنه لا يكون من السهل بمكان أن يتعرض لضغوط وشيء من هذا القبيل. الذي عقد من مهمة الرئيس هي فشل هذه الحكومة في معالجة مختلف الملفات التي بقيت عالقة. ما زالت يعني هناك جانب اجتماعي كبير جدا في الموجة الثانية من هذا الحراك. نحن الآن نطالب الرئيس تبون بأن يلتفت إلى طبقة
الأشياء التي زادت معاناتها مع وباء كورونا. أداء الحكومة كما قلت لك جاء هزيلا، كنا ننتظر عند عودته أن يقوم بإجراءات من شأنها أن تخفف من وطأة هذا التعب الاجتماعي والحالة الاجتماعية التي أصبحت مزرية، لكنه لم يقدم ما كنا نتوقعه منه. قام بحل البرلمان، الآن ما هوش وقته. إحنا كنا نتكلم عن حل البرلمان مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية، لكنه ستبقى خطوة الدستور. هذا الدستور الذي لم يذهب الشعب الجزائري للتصويت عليه، تخيل أنه أقل نسبة مشاركة في الانتخابات في تاريخ الجزائر كانت مع هذا الدستور الذي الآن هو يسير دواليب الحكم في البلاد. يعني هي يعني الحالة الآن التي نحن عليها هي جاءت نتيجة تراكمات عديدة، وباء كورونا، أداء الهزيل الحكومة، دستور غير يعني ليس بذلك الدستور الذي وافق عليه جميع الجزائريين، الكثير من التراكمات جعلت الشعب لن يخرج. الرئيس يفترض أنه يمتلك صلاحيات التي تجعله يقدم أداء أفضل. طيب، لكن هناك 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 الحقيقة اختلاف في الرأي حول التعاطي أو المقاربة الشعبية على الأقل حول المطالب والأحلام. هناك من يرى أنه الأفضل التمسك والضغط لتحقيق كل المطالب دفعة واحدة وفي أسرع وقت، وهذا ربما بناء على بعض الصحات العربية التي اعتمدت التدرج ولم تنل في النهاية شيء. هناك من يرى لا، يعني هناك ثقة في الرئيس تبون، ثقة معقولة، والرجل وعد ويعني نفذ، يعني حل البرلمان، أجرى تعديلات وإن كانت طبعا ربما ليست في مستوى الطموحات، ولكن حصلت التعديلات. الحراك ما زال التعامل معه أيضا بشكل نسبيا سلمي. حصلت انتخابات رئاسية وصوت الكثيرون لصالح الرئيس تبون، يعني حصل تغيير ما في البلد، وأصحاب هذا الرأي يقولون لماذا لا نعطي فرصة للرئيس تبون ويمكن تحقيق كل المطالب ولكن تدريجيا وليس دفعة واحدة. إلى من يميل باعتقادك الطيف الواسع من الحراك من خلال هاتين وجهتي النظر؟ على أن الحراك سلمي وتتعامل معه السلطات بسلمية فائقة، الحمد لله. ما زلنا لم نسمع عن أضرار بدنية أو حتى اعتقالات أو شيء من هذا القبيل. الحراك ما زال سلميا، بالعكس نحن لمسنا نوايا لدى بعض المدسوسين داخل الحراك لدفعه من خلال رفع شعارات كذا معينة من أجل استفزاز السلطات لكي تتعامل معه وتعامل عنفي. هذه شهادة يجب أن نقولها لله وللتاريخ. ما السلطة تتعامل بشكل سلمي جدا مع مسيرات الحراك، بل وإن الرئيس تبون عندما عاد، وهذا نحن نقول للمحسن أحسنت للمسيء أسات، الرئيس تبون فور عودته من رحلته العلاجية أفرج عن أغلب أو عن كل معتقلي الحراك ورؤوس الحراك في الجزائر. يعني هذا يعني أمر لا ينكره أي شخص، ولكن مطالب الجزائريين لا تتوقف عند فقط التعامل بسلمية مع الحراك والإفراج عن المعتقلين أو القيام برعاية بشؤوننا الاجتماعية وقضايانا الاجتماعية المختلفة التي قلت تدنت كثيرا خصوصا بعد جائحة كورونا. نحن نريد من الرئيس مطالب كثيرة، لمن ضمنها استقلالية العدالة، التوفير حرية الصحافة بشكل يعني الآن الصحافة تقريبا مخنوقة، يعني ما زلنا لا يستطيع الكثير من النشطاء أن يتقدموا من وسائل الإعلام الجزائرية ليقدموا وجهة نظرهم، ما زلت وسائل الإعلام تقدم وجهة نظر واحدة فقط. نحن نطالب بهذه الخطوات الإصلاحات السياسية التي قام بها. كنا نقول بأنه من البداية كان يجب التخلص من برلمان بوتفليقة، لكن برلمان بوتفليقة شرع مجموعة من القوانين اللي من ضمنها الدستور ومن ضمنها قانون الانتخاب الذي سوف يسير عملية الانتخابية القادمة. نحن لم نكن نثق في هذا البرلمان، فكيف نثق في قوانينه التي جاءت أيضا هزيلة ولم تكن في مستوى تطلعات الشعب مثل الدستور؟ طيب سيد بونيف، لو الرئيس طبعا هي فرضية ليس إلا، لو الرئيس عبر بأنه مستعد للالتقاء بفريق يرشحه الحراك من مختلف الولايات للجلوس مع الرئيس والحديث في ما هي هذه المطالب وكيف يمكن التعامل معها، هل الحراك يعني في مختلف الولايات جاهز لتشكيل يعني ممثلين؟ هل هذا الأمر وارد؟
أنا لا أتكلم طبعا باسم الحراك هنا، ولكن أريد أن أقول بأنه نتمنى أن يحدث ذلك، نتمنى أن تفتح أبواب الرئاسة لشباب الحراك والتحاور معهم والوصول إلى النقاط مشتركة للوصول إلى، طبعا الحراك بدأ يقدم الآن مجموعة من الاقتراحات التي من شأنها أن تقدم وتحلحل الأمور وتحركها نحو الأفضل. أعتقد بأنه إذا كانت هناك جدية حقيقية تبديها السلطة من أجل حوار حقيقي، ولو أنه عرض الحوار من قبل سواء من الرئيس تبون أو من قبل الرئيس تبون، السلطة عرضت الحوار مع رؤوس الحراك، لكن الذي حدث أنه الحراك لم يستطع أن يقدم ممثلين عنه للتفاوض مع السلطة، يعني دائما نصدم بوجود مجموعة من أصحاب المصالح دائما يتقدمون الصفوف، بل لما عملوا مبادرة الحوار في وقت سابق قبل الانتخابات الرئاسية لجنة الحوار، الذين تقدموا في ذلك الوقت لم يكونوا يمثلوا الحراك في شيء، بالعكس بل وجدناهم من ممثلي الأحزاب الموجودة في السلطة. لكن أظن إذا كان الرئيس تبون والسلطة الحالية فتحت أبواب الحوار الجاد والحقيقي للوصول إلى حل المشاكل والاستجابة لمطالب الشعب، أظن بأن الحراك أكيد سوف يمد يده للحوار. دعني أختم معك بالسيناريوهات التي تتوقعونها أو تنتظرونها في الأسابيع والأشهر المقبلة، ومدى استعداد باعتقادك الحراك لكل هذه السيناريوهات المتوقعة. الحراك كما قلت لك لم ينقطع من 2019، بل كل ما الذي حدث أنه جائحة كورونا فقط هي التي حالت دون خروج الناس، الناس ما زالت، لو كنت تابعت مواقع التواصل الاجتماعي ما الذي كان يكتبه الجزائريون كانوا دائما في حالة نقد وحالة ثورة يعني على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي. عندما الآن خف وباء كورونا الناس عاودت رجعت للشارع. السيناريوهات المتوقعة، أنا أتوقع بأنه ما دامت الأمور تسير بسلمية، أتوقع أنه بإمكان السلطة الحالية أن تحتوي هذا الحراك من خلال فتح جسور الحوار مع مختلف الزعماء والقادة الذين الآن موجودون في الشارع، كما قلت لك من خلال حوار جاد. الأكيد أن الشعب لن يميل إلى أي حركة عنف أو حركة، سوف نحافظ على سلميتنا، وأيضا السلطة على ما يبدو أيضا إلى يومنا هذا أنها ما زالت محافظة على سلميتها. مدى الطرفان يحافظان على السلمية، أعتقد أن أبواب الحوار سوف تفتح ونصل إلى نتائج مرضية. الأستاذ مصطفى بونيف الصحفي والناشط في الحراك كنت معنا من الجزائر، نشكرك جزيل الشكر.